بكم مشاهدينا الكرام. غادر ولد الشيخ صنعاء، وبحسب الأنباء فقد تم الاتفاق مع الوفد التفاوضي للميليشيا في صنعاء على ذهاب ممثليهم في لجنة التهدئة إلى عمان للمشاركة في أعمال الورشة التحضيرية بعد أن كان الانقلابيون يرفضون ذلك. الجديد في زيارة المبعوث الأممي لصنعاء هو لقاءه وزير خارجية الانقلابيين، وهو ما عده البعض تراجعا من قبل المبعوث عن موقفه السابق الرافض للاعتراف بحكومة الميليشيا أو اللقاء بأي من مسؤوليها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الأول دلالات لقاء ولد الشيخ بمسؤولي حكومة الانقلابيين وتأثيره على المسار السياسي، أما الثاني فرص نجاح ولد الشيخ في إعادة العملية السياسية إلى الواجهة على ضوء الاتفاق الأخير مع الميليشيا في صنعاء. أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن لقاء وزير خارجية الميليشيا كان لقاء خارج صفته الرسمية وبغرض تسهيل عمل فريق المبعوث الأممي الموجود في صنعاء لا غير. الحوثيون حاولوا تصوير تلك الخطوة بمثابة اعتراف من الأمم المتحدة بحكومتهم، وما جعل ولد الشيخ ينفي تلك التهمة ويؤكد أن الأمم المتحدة لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر. في نهاية زيارته القصيرة لصنعاء حصل ولد الشيخ على موافقة الميليشيا بإرسال ممثليها للمشاركة في الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمان، وهو ما كان يرفضونه سابقا. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. ولد الشيخ يغادر صنعاء كما دخلها خالد الوفاض، إلا من تأكيد عابر على ذهاب ممثلي الميليشيا في لجنة التهدئة إلى عمان. منذ أشهر تظهر رحلات ولد الشيخ وجولاته بين صنعاء وعدن وبقية عواصم المنطقة وكأنها مجرد تسجيل حضور لا غير. بعد أن وصل المسار السياسي إلى طريق مسدود، كان ولد الشيخ أحد عوامل هذا الانسداد كما يبدو. قبل الزيارة كان سلطة الانقلابيين في صنعاء قد رفضت استقبال ولد الشيخ، واضعة ثلاثة شروط لتحقيق ذلك: الاعتراف بالحكومة التي شكلتها واستقبال مسؤوليها وفتح مطار صنعاء وإعلان الحكومة الشرعية موافقتها على الخطة الأممية. رفض ولد الشيخ مقابلة مسؤولي حكومة الميليشيا في البداية، مكررا موقفه الرافض لأي اعتراف بهذه الحكومة، بل واعتبارها أحد معوقات الحل السياسي في البلد. إلا أن وكالة سبا في نسختها التي تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء أكدت أن المبعوث الأممي استقبل أخيرا وزير خارجيتها وناقش معه سبل تعزيز جهود تحقيق السلام والدفع بالمفاوضات وإنجاحها بما يخدم اليمنيين ويمكن من التوصل إلى اتفاق سلام مشرف ومرض لكافة الأطراف حسب قولها. وعلى الرغم من تأكيد ولد الشيخ عند مغادرة صنعاء أنه لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية في عدن، فإن هذا اللقاء ربما يؤثر على موقف ولد الشيخ وعلاقته بالسلطة الشرعية التي تمر بالفعل بأسوأ أوقاتها مع استمرار محاولة فرض خطته للحل التي سبق ورفضتها الحكومة لتعارضها مع المرجعيات الأساسية للحل السياسي. أنا التقيت بقيادات من المؤتمر والأنصار راح. موقفنا بالنسبة للحكومة موقف واضح، موقف الأمم المتحدة هو موقف واحد، لن أعترف إلا بحكومة الدكتور أحمد بن دغر، وهذا كان نقطة واضحة. لم يعترف ولد الشيخ بحكومة الانقلابيين، إلا أن لقاءه بأحد مسؤوليها يلقي بظلال من الشك حول موقف المبعوث الأممي وخطط المجتمع الدولي حيال الأزمة اليمنية، خصوصا أنها ليست المرة الأولى بعد أن قام ولد الشيخ في وقت سابق بلقاء رئيس المجلس السياسي الذي شكلته الميليشيا، وهو ما يعني استمرار المبعوث الأممي في الدوران في حلقة مفرغة من التناقضات التي أوصلت المسار السياسي إلى هذه النقطة غير واضحة المعالم. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من الرياض مع مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكرام وبمشاهدي الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. المبعوث الأممي التقى بوزير خارجية سلطة الميليشيا في صنعاء، ما هو موقف الحكومة الشرعية من ذلك وماذا يعني بالنسبة لها؟ طبعا اللقاء تم الإعلان بعد ذلك من خلال حديث لإسماعيل الشيخ أحمد للصحفيين، أعلن
أنه التقى بالقيادي المؤتمر هشام شرف، التقى به لأنه قيادي في المؤتمر الشعبي العام، وكذلك لتسهيل عمل العاملين في الأمم المتحدة في صنعاء. بالتالي هو أعلن بكل صراحة أمام الجميع، أمام وسائل الإعلام ومن العاصمة صنعاء، أنه لا يعترف إلا بحكومة واحدة وهي حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. بالتالي أي تصرفات أخرى أو أي لقاءات أخرى تأتي خارج إطار هذا التصريح الرسمي أعتقد أنها تأتي من باب محاولات اسماعيل الشيخ أحمد لكسب يعني في محاولة من اسماعيل ولد الشيخ أحمد تسهيل عمله في العاصمة صنعاء باللقاءات المتكررة مع وفد الحوثيين، وكذلك بقيادات من المؤتمر الشعبي العام للعودة للمسار السياسي والسلمي والعودة للمشاورات السياسية التي لها أكثر من 5 أشهر وهي متعثرة. نعم سيد مختار، ولكن اللقاء عقد ويحمل الصفة الرسمية، ورغم ذكرته من نفي والد الشيخ وتقليله من أهمية هذا اللقاء، إلا أنه في الأخير هذا مكان يطالب به الإنقلابيون، فكيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هو كما قلت لك هم يحاولون الانتصار ويبدون أي انتصار لهم أنه التقى برئيس ما يسمى بالمجلس السياسي أو التقى بما يسمى أيضا بوزير الخارجية حكومة الإنقاذ التابعة للإنقلابيين. بالتالي هذا هو بالفعل هو موقف جديد، في كل المرات السابقة رفض أن يلتقي برئيس ما يسمى بالمجلس السياسي ورفض أن يلتقي بخارج بأي قيادات خارج قيادات الوفد، هذا طبعا موقف جديد. ننتظر إذا كان هناك موقف من الحكومة الشرعية. إذن أنت تصفه مختار، سيد مختار، إذن أنت تصفه بالموقف الجديد، ما هو رد فعل الحكومة؟ هو كما قلت لك يا أختي العزيزة، حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان موقف رسمي جديد من قبل الحكومة الشرعية. أعتقد أنه في حال أن هذا اللقاء تطور أو حصل على إثره يعني أحداث جديدة، أعتقد سيكون الحكومة الشرعية موقف. لكن في نهاية الأمر اسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن من العاصمة صنعاء أن الاعتراف الأمم المتحدة هي بحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وهذا ما يهمنا في هذه الفترة، فليلتقي من يريد. أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية، لكن في الأخير الأمم المتحدة ملتزمة بالاعتراف وبالتعامل الرسمي مع حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. نعم سيد مختار، مكتب والد الشيخ في صنعاء وما زال باتصال مباشر ومستمر مع الحوثيين بأكثر من طريقة، واليوم في نهاية لقاء والد الشيخ قال أنه كان من أحدى محاور لقائه بهشام شرف هو تسهيل مهام مكتبه في صنعاء. الحكومة الشرعية أعلنت أكثر من مرة ودعت إلى نقل مكاتب هذه المنظمات إلى عدن، لماذا لم يتم الحديث مع والد الشيخ حول هذه النقطة ونقل المكتب إلى عدن؟ هو بالفعل تم مناقشة هذا الموضوع بشكل جدي من خلال زيارة اسماعيل الشيخ أحمد ومن خلال زيارة المنظمة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكان هناك تنسيق مباشر في هذا لنقل المنظمات العاملة التي ما تزال عاملة في صنعاء إلى نقلها إلى مدينة عدن. بالتالي اسماعيل الشيخ أحمد لأنه وسيط دولي وينقل وجهة نظر الحكومة الشرعية وجهة نظر المجتمع الدولي إلى الطرف الآخر، فبكل تأكيد أنه بحاجة إلى الذهاب إليهم ومحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة جمع الأطراف جميعا، الحكومة الشرعية وكذلك الإنقلابيين. بالتالي عمل اسماعيل الشيخ أحمد هو الذهاب إليهم والاستمرار معهم والالتقاء معهم سواء داخل العاصمة صنعاء أو خارجها لمحاولة، لأن هذا هو من صلب أعمال اسماعيل الشيخ أحمد، محاولة تقريب وجهات النظر ويعني إيجاد الطرق لكي يتم اللقاء مرة أخرى ويتم الالتقاء على طاولة حوار جديدة في مشاورة جديدة. بالتالي هو يسعى خلال الفترة القليلة الماضية كانت هناك لقاءات متعددة في الرياض وكذلك في قطر وفي مسقط في محاولة من العودة إلى المسار السياسي والسلمي. نعم إذن سيد مختار تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بك سيد عبد الناصر. مرحبا بكم. أهلا بك سيد عبد الناصر. إذن بدأنا من لقاء والد الشيخ مع وزير خارجية الإنقلابيين، على الرغم من تأكيد والد الشيخ رفضه الاعتراف بحكومتهم، كيف يمكن لنا أن نفهم هذا التناقض؟ الالتقاء والد الشيخ مع وزير الخارجية المنشقة
الخارجية الحكومة المنشقة عن المجلس السياسي الغير معترف به شرعيا لا يعني الكثير، خاصة وأن المبعوث الأممي قال بأنه التقى بصفته قيادي في المؤتمر الشعبي أو هكذا نقل عنه. الاعتراف بالحكومة الشرعية لا يمكن لولد الشيخ أن يغير من ما يعترف به العالم، مجلس الأمن وكل القرارات الدولية هي تعترف بالسلطة الشرعية التي يرأسها الرئيس هادي، ولهذا لقائه بأي طرف من الأطراف الأخرى هو جزء من مهمته. ولد الشيخ يتصرف مثل أي مبعوث أممي، عندما يكون وسيط يلتقي بجميع الوسطاء. الفرق هنا أنه لا يستطيع هو أن يقول التقيت بوزير الخارجية أو برئيس وزراء لحكومة غير معترف بها، ولكن ممكن أن يسميهم بالاسم وبصفتهم الحزبية أو السياسية. نعم سيد عبد الناصر، خلال الزيارة هذه لم يتم التطرق أو الحديث عن عودة جولة جديدة من المفاوضات أو لخارطة الطريق كيري، وإنما تم الحديث عن ورشة عمل اللجان التهدئة. هل يعني هذا أن مبادرة كيري انتهت، خصوصا مع توديعه للبيت الأبيض؟ بشكل عام التسوية السياسية في اليمن هي في حالة مجمدة تماما، وخارطة الطريق التي أعلن عنها والتي كانت من ضمن أفكار وزير الخارجية السابق جون كيري لم تلقى هذه الخارطة القبول من الحكومة الشرعية، وبالتالي هي ماتت عمليا حتى وإن أصر ولد الشيخ في فترة لاحقة من بعد رفض الحكومة الادعاء بأن هذه الخارطة ستشكل أساس للتسوية. حاليا العملية السياسية بشكل عام في حالة جمود، ولد الشيخ فقط يحاول أن يعطي انطباعات بأن العملية السياسية أو أن هناك شكل من أشكال التفاهمات السياسية، وفي هذا الصدد يدخل موضوع التقاء اللجنة الفنية في عمان. هذه اللجنة التي نعرف أن مهامها هي مهام فنية تأتي لتؤكد حالة سلمية، لكن في الوقت الحالي لا يمكن تخيل أن يتم وقف إطلاق نار دون أن يكون هناك اتفاق سياسي، ولهذا حتى لو اجتمعت هذه اللجنة وهو أمر غير محتمل على الأقل في المدى المنظور، حتى لو اجتمعت فإن نتائج اجتماعاتها لن يكون لها تأثير على الميدان ما لم يكن هناك اتفاق سياسي يسبق أي وقف إطلاق نار. نعم، إذن سيد عبد الناصر تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود إلى سيد مختار. عودة أخيرة إليك سيد مختار. إذن ولد الشيخ أعلن عن اتفاقه مع الإنقلابيين على إرسال ممثليهم في لجنة التهدئة إلى عمان، هل سترسل الحكومة ممثليها أيضا؟ بكل تأكيد الحكومة لن تكون عقبة أمام أي مساعي أممية أو مجتمع دولي طالما أن هذه المساعي لا تخرج عن إطار المرجعية المتفق عليها، لا تخرج عن القرار الدولي، لا تخرج عن ما تم الاتفاق عليه في جنيف وفي الكويت. بالتالي الحكومة لن تقف، الحكومة مستعدة أن تذهب اليوم في أي زمن في أي مكان إلى أي مشاورات قادمة. هي تريد السلام، تحب السلام، تسعى إلى السلام. من يريد الحرب هي الميليشيات الإنقلابية، من يعرقل عملية السلام هي الميليشيات الإنقلابية. بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ستذهب إلى عمان وستشارك في لجان التهدئة ولن تكون عائق أمام الوصول إلى حل سياسي وسلمي. نعم سيد مختار، سؤال أخير، لعلك استمعت لحديث السيد عبد الناصر المودع الذي وصف أن العملية السياسية في حالة جمود وبأن تحركات ولد الشيخ لا تتعدى يعني أن يصنع وهم بوجود تحركات سياسية وهو ليس موجود على أرض الواقع، ما هو تعليقك؟ هو بكل تأكيد أن العملية السياسية تمر بجمود، ويعني المبادرات حتى المبادرة التي تم تقديمها ليست مبادرات منصفة، لا يمكن الحديث عنها ولا يمكن الرجوع إليها. بالتالي الآن الواقع في اليمن بعد العرقلة وبعد التعنت التي قامت به الميليشيات الإنقلابية، ما يحصل على أرض الواقع هي عمليات عسكرية بحتة، انكسارات الميليشيات الإنقلابية. الساحل الغربي يتم تحريره، اليوم دخلت قوات الشرعية إلى منطقة أو مدينة المخا، وأيضا في مدينة صعدة هناك
معارك شرسة وتقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بالتالي الحكومة اليمنية يتحسن وضعها العسكري وكذلك السياسي، رئيس الجمهورية مستقر بشكل دائم في عدن، رئيس الوزراء مستقر بشكل دائم في عدن، الحكومة مستقرة ما بين عدن وما بين مارب، وهناك خلال الفترة القادمة سيتم صرف الرواتب إلى كافة المناطق ومنها حتى المناطق التي ما تزال تحت السيطرة الميليشيات الانقلابية. بالتالي وضع الحكومة سياسيا وعسكريا أصبح مريح، ووضع الميليشيات ينكسر ومنحصرين، وهم الآن يبحثون عن حل سياسي وعن عودة المسار السياسي، وهم حريصون على ذلك أكثر وأكبر مما كانت عليه الحكومة من ذي قبل. نعم، إذا سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك سيد عبد الناصر المودع، تحدث البعض عن محاولة من المبعوث الأممي للضغط على السلطة الشرعية للموافقة على الخطة الأممية عن طريق التلويح بالتعامل مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، ما مدى واقعية هذا الطرح؟ لا يبدو أن الأمر بهذا الشكل، لأنه زيارته لصنعاء هي امتداد لزيارته السابقة، وهو الالتقاء بالطرف الثاني الموجود في صنعاء، ولهذا لا يمكن القول بأن ذهابه الآن إلى صنعاء وزيارته الأخيرة تختلف عن زيارته السابقة، حتى لو اجتمع بمسؤولين في صنعاء تحت مسميات حكومة الإنقاذ لا يعني هذا بأنه يعترف بهذه الحكومات وأنه يغير من أسلوبه. فيما يتعلق بضغطه على الرئيس هادي، يبدو أن المبعوث الأممي في تصريحه الأخير بعد زيارته لهادي طالب بشكل غير مباشر الرئيس باتخاذ خطوات بناءة، يعني هكذا صرح بهذا، وكأنه يريد أن يوصل رسالة بأن الرئيس هادي برفضه للخارطة التي وضعها بأنه يتصرف بشكل غير بناء، وهذا هو موقفه الذي لم يصرح عنه بشكل مباشر. نعرف الآن أن هناك إحاطة بعد أيام بمجلس الأمن عن الوضع في اليمن، وربما ود الشيخ فقط سيتحدث بكلمات عامة وخطوط عريضة بأن هناك تطور ما في حال استطاع أن يحصل على موافقة الطرفين على إرسال مندوبين إلى عمان فيما يسمى بلجنة التهدئة، ربما يستخدم هذا الأمر كإنجاز تحقق وبأن العملية السياسية تسير باتجاه سليم، ولكن الواقع العملي يشير إلى أن الأمم المتحدة حتى الآن أخفقت تماما في أن توصل الأطراف اليمنية إلى أي شكل من أشكال التسوية. للأمم المتحدة ما يقارب السنتين أو أقل من ذلك، ونحن نتحدث هنا عن دورها فيما بعد الحرب وليس دورها قبل الحرب، بأنها لم تستطع أن توصل الأطراف إلى خارطة طريق حقيقية، إلى حتى تفاهمات جزئية لم تتمكن الأمم المتحدة من التوصل إلى تفاهمات جزئية. عرفنا أن معظم الهدن التي كان يتم الإعلان عنها لم تكن تحترم بشكل كامل، وكما أن ملفات كثيرة مثل ملفات المعتقلين، ملفات رفع الحصار عن مدينة تعز ولو جزئيا، كل هذه القضايا لم تستطع الأمم المتحدة عبر مبعوثها الحالي التوصل إلى أي إنجازات يمكن القول بأنها تحققت. نعم. ولهذا ربما يكون الآن الوقت مناسب لإحداث تغيير، إما تغيير في ممثل الأمم المتحدة، وهذا أمر متوقع جدا في حال قرر الأمين العام الجديد. نعم. تغيير المبعوث الحالي. نعم، وصلت الفكرة سيد عبد الناصر، ولم يعد لمهلة ولد الشيخ كمبعوث غير أقل من شهرين. إذن سيد عبد الناصر تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا، حياكم الله. نعم دكتور عبد الله، لعلك استمعت لجزء من حديث الدكتور السيد عبد الناصر المودع الذي تحدث ان خارطه ان ولد الشيخ لم يستطع خلال هذه العامين بتحقيق اي انجازات حقيقيه ولا حتى تفاهمات ولا تقارب وجهات نظر بين الاطراف اليمنيه، ولم يصنع اي انجازات او يحقق اي تقدم في ملفات الحوار الرئيسيه كالمختطفين وغيرها. ما هو تعليقك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن الشعب اليمني، فقد عانى كثيرا ودفع أثمانا باهظة لهذه الحرب الدائرة الآن في اليمن. في تقديري أن الإخفاقات لا علاقة مباشرة لها بأداء المبعوث الأممي. نعم قد تكون هناك بعض الممارسات الغير سوية تصدر من المبعوث الأممي بين الحين والآخر، ولكن في الجملة يعني هذه الإخفاقات هي متصلة بالمعطيات الموضوعية على الأرض. منذ أن بدأت محاولات التسوية والمفاوضات والحوار لم يحدث انفراجات ولا يعني اختراق لهذا الأفق المسدود في اليمن. فالمسألة ليست متصلة بالأداء الفني أو السياسي، وإنما متصلة بالمعطيات القائمة على الأرض. ليس هناك تحولات جذرية تجبر الحوثيين تحديدا على يعني إجراء تراجعات أو إبداء شيء من المرونة فيما يتصل بهذه الحوارات. الآن هذه الجولات الأخيرة مثلا أيضا يعني قبل وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء يوم الاثنين هذا اليوم ويعني مغادرته خلال 24 ساعة، اشترطوا اشتراطات قاسية جدا، منها الاعتراف بالحكومة ورفع الحظر عن المطار وإلى آخره، وفي النهاية وافقوا يعني على استقباله شريطة أن يلتقي بوزير الخارجية، وهذا الذي حدث. أنا في تقديري أن المسألة متصلة بالواقع الميداني، متصلة بالمعطيات الاستراتيجية على الأرض. ما لم تحدث هناك تحولات في هذه في منظومة المعطيات على الأرض، فلم يحدث تقدم في يعني مسير المفاوضات. هذه الجولة الأخيرة أعلن عنها بعد اللقاء الذي انعقد في الرياض قبل نحو شهرين من الآن، وكان هذا اللقاء أيضا الحكومة الشرعية لم تدعى إليه ولم تشارك فيه حينئذ، وإن كانت بعد ذلك تم استصحابها يعني هذه الجولة من التفاوض. فنحن نتحدث عن أكثر من شهرين الآن، لم يحدث تحول أو لم يحدث تقدم جوهري في مسيرة هذه التفاوضات. أما فيما يتصل بالتهام مسيرة ولد الشيخ من عدمها، فهذه مسألة يقررها الأمين العام الجديد. ولد الشيخ يوم الأربعاء القادم مطلوب منه تقديم تقرير عن التقدم في الحالة اليمنية لمجلس الأمن. فلا يعني كل ما يحدث الآن هو عبارة عن خطوات تكتيكية ليس فيها بعد استراتيجي ملموس. نعم، إذن دكتور عبد الله تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود عودة أخيرة إلى السيد عبد الناصر المودع. إذن سيد عبد الناصر المودع، الحديث عن المعطيات الموضوعية على الأرض وبحسب الوقائع ومع التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الشرعية الآن، هل هو كفيل للتوصل لحل سياسي الآن؟ أعتقد كما ذكر الدكتور عبد الله فعلا لم يحدث أي تغير استراتيجي، كل ما يحدث هناك تغيرات تكتيكية. حتى التقدم الآن في المنطقة الساحل الغربي لا يمكن القول بأنها تغيرات استراتيجية مهمة. المنطقة المخا وحولها لها قيمة رمزية وليس لها قيمة استراتيجية واقتصادية كبيرة. نعرف أن ميناء المخا هو معطل منذ بداية الحرب ولا يستخدم، ربما يستخدم في التهريب، ولكن التهريب يمكن اللجوء إلى مواني أو مناطق أخرى. إذن ليس هناك من تغيرات استراتيجية حقيقية. الأمر الآخر أن المشكلة في اليمن فعلا المشكلة معقدة جدا، الواقع الموضوعي يجعل من الصعب على أي مبعوث أممي أن يحقق إنجازات، ولكن من خبرتنا مع المبعوثين الأمميين التي أتوا إلى اليمن بن عمر وولد الشيخ يبدو أن مقارباتهم تتصف بكثير من السطحية. لم نشهد كفاءة على المستوى الفني. بن عمر خلال 4 سنوات أوصل اليمن إلى الحالة التي وصلت إليها، وأوصل الميليشيا إلى داخل صنعاء تحت سمعه وبصره وبتواضعه. ولد الشيخ حتى الآن أداؤه ركيك ولم يظهر فيه أي شك من أشكال الاحترافية.
نعم شكرا لك سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك دكتور عبد الله، الآن يجري الإعداد لأن تكون عمان الأردنية هي مكان استضافة اللقاءات وبين الأطراف اليمنية بدلا من مسقط، هل يعني هذا تراجع للدور العماني؟ الدور العماني أنا قلت مرارا أنه لم يكن دورا يعني استراتيجيا أيضا في هذه الأزمة. منذ البداية عمان كانت تلعب دورا لوجستيا بين الأطراف وتوفر المكان، تحاول أن تقوم بدور إيصال الرسائل إلى المرافقات المختلفين، ولكنها لم تطرح الأمر روسي الحقيقة، يعني الخطة لا تتمتع ب يعني من حيث الموقع الاستراتيجي للأزمة اليمنية كان يمكن أن تطرح مبادرة استراتيجية عمانية ربما تقود إلى شيء من التقدم أو تحقيق شيء من التقدم في يعني اتجاه الحل السلمي، ولكنها لم تفعل، وبالتالي الدور العماني بقي دورا لوجستيا منذ بداية الأزمة إلى الآن، فلا أرى أن هناك تراجعا في الدور العماني لأنه أصلا لم يكن دورا استراتيجيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني دعونا ننظر إلى يعني جوهر القضية، يعني إذا ابتعدنا قليلا عن الفنيات وعن الأبعاد التكتيكية ونظرنا إلى جوهر الموضوع، هل هناك إرادة دولية منعقدة على ضرورة إحداث يعني تحول جذري في المسار السلمي في الأزمة اليمنية؟ الجواب كذا، الفرقاء الرئيسيون في هذه الأزمة هم كالتالي: الولايات المتحدة أولا، المملكة العربية السعودية ثانيا، إيران ثالثا، وبدرجة أقل سلطنة عمان باعتبارها الطرف الذي ربما يعني يحظى بشيء من القبول أو الخلاف في يعني الفرقاء المختلفين. نعم. ليست هناك إرادة دولية قد انعقدت، وكل ما يحدث هو تحولات. الآن الحوثيون نحن نعلم يقينا أن القرار الاستراتيجي فيما يتصل بمواقف الحوثيين في طهران وليس في صنعاء. إيران في هذه المرحلة تعاني من جملة من التراجعات، هناك تراجع في معركة الموصل الذي يحدث فيها يعني تقدم حقيقي، دور إيران في الأزمة السورية على سبيل المثال ولو على مستوى الشكل ظاهريا هو أقل مما ينبغي أن يكون، لا يعكس. نعم دكتور عبد الله غيلاني، نعم أهم من هذا، بس هذه نقطة أخيرة، شكرا لك. هذا كله هناك إدارة أمريكية قادمة. نعم دكتور عبد الله، نعم دكتور عبد الله شكرا لك واعتذر من كنت اريد ان اطرح عليك المزيد من الاسئله ولكن للاسف الصوت غير واضح، شكرا جزيلا لك. اذا الاكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من زوايا الحدث، لا يسعني بالاخير الا ان اشكر ضيوفي، كان معي من الرياض مختار الرحبي مستشار وزير الاعلام، وكان معي من عمان عبد الناصر المودع محلل سياسي، ومن مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني أكاديمي وباحث. هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.